هذا الأسبوع في الدوحة اختتمت أعمال النسخة 9 من القمة العالمية للابتكار في التعليم وايز 2019، ما يزيد عن 3000 من المتحدثين والخبراء والمختصين وصناع القرار في الحقل التعليمي في العالم العربي والعالم، عرضوا لتحديات القطاع التعليمي عربيا وعالميا ورقة في القمة العالمية للابتكار في التعليم في سياق التقرير التالي. نسخة 9 من مؤتمر القمة العالمية للابتكار في التعليم وايز 2019 تجمع ما يزيد عن 3000 خبير ومتحدث ومتخصص في التعليم وصناع القرار وقادة الفكر في أكثر من 100 دولة، يلتقون في أكثر من 150 من الجلسات العامة والحوارات والمناقشات التي ترسم مستقبل التعليم في قطر والعالم وتحديد السلوكيات والمهارات والسمات التي ينبغي تعلمها وإعادة اكتسابها مجددا من أجل تحقيق الازدهار المرجو في القرن 21. دولة قطر بالواقع وضعت التعليم في قمة أولوياتها وأيضا سخرت الأموال وسخرت كل الجهد، وهذا المؤتمر الوائز اللي هو الذي يعقد سنويا هو في الحقيقة إحدى الآليات التي تبحث في إيجاد حلول، في إيجاد ابتكارات، في استقطاب عقول نيرة وتجارب عالمية ناجحة في كل المناحي التي تربط التعليم وقضايا. هنا المجلس وهو مساحة ومنصة للتحاور والتفاعل والتعلم التجريبي، مكنت المشاركين من مناقشة أحدث الاكتشافات والتطورات في مجال التعليم مع الباحثين في سلسلة أبحاث وايز أو استكشاف تجربة التعلم التفاعلي العملية، أو الاستماع إلى شهادات وتوصيات الشركاء وصانع القرار المتميزين، حيث تسلط فعاليات المجلس الضوء على أبرز إنجازات المؤسسات التعليمية في قطر والعالم. في حاليا تغيير في المنظومة التعليمية في البلدان العربية، وبدوا يركزوا على هذه الابتكار، لأنهم يعني شافوا الدول المتقدمة بالابتكار في التعليم أن مرتفع المستوى التعليم بصفة ملحوظة. مع الإنترنت، مع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صار في ثورة في الحصول على المعلومات. طبعا هاي بتأثر على أسلوب التعليم، على الابتكار في التعليم، كيف التعليم راح يعني يتغير مع ثورة الإنترنت وثورة الحصول على المعلومات. ذلك في تغيرات جوهريه في كيفيه الحصول على التعليم، وطريقه طبعا التعليم نفسها لازم تتواكب مع التطورات اللي حاثه يعني في العالم من السوشيال نتوركينج، التواصل الاجتماعي. التعليم وتحديات عديده بالوطن العربي تبدا عند الاعتماد على نظم تعتمد على التلقين اكثر من التفكير، ولا تنتهي عند افتقار البيئة المدرسية في عدد كبير من الدول العربية إلى أبسط المرافق الخاصة، كما أن حجم الإنفاق المتواضع على التعليم في العالم العربي الذي لا يتجاوز 2.5% من الناتج الإجمالي أحد أهم عوامل نقص الجودة والابتكار. على هامش القمة